زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء. السلام عليكم. بزاف تاع الناس حاسبين باللي الإسلام ما دخلش لإيطاليا وما عندهاش حضارة فيها، وجزيرة صقلية مثلا الإيطالية العظيمة فتحها المسلمون في رمضان وأقاموا فيها حضارة دامت قرنين. تبع معي الحكاية ونشوفوا شو صار. عزيزي المشاهد، خليني أقول لك باللي في سنة 44 للهجرة بدأت أول حملة إسلامية تجاه صقلية وسردينيا. على بالك شو هو 44 للهجرة؟ معناتها الجيل الذهبي تاع الصحابة مازال حي، وجات بعدها حملات عديدة في عام 184 للهجرة في وقت هارون الرشيد. هارون الرشيد مثلا قال لإبراهيم بن الأغلب التميمي، قال له تونس راهي ليك ولولادك بشرط واحد، أنك تكون تابع ليا سياسيا. ففي سنة 201 للهجرة يجي ولد إبراهيم بن الأغلب، زيادة الله، يسموه زيادة الله، اللي غادي يولي واحد من أعظم ملوك دولة الأغالبة، فيبني أسطول ضخم جدا ويجهز جيش كبير وانطلق وين؟ نحو سردينيا الهربة. انطلق الإيطاليا وهزم البيزنطينيين اللي كانوا تما في سردينيا وعاد بجيشه إلى تونس منتصرا. زيادة الله قبل ما يغزو المدينة صقلية جمع العلماء والقضاة وشاورهم، وشوف معايا عزيزي المشاهد الناس اللي باغية توصل وعارفة كيفاش توصل، تلايم العلماء وتشاورهم وتعطيهم قيمة. المهم العلماء انقسموا في رأيهم على قسمين، قسم بقيادة العالم الكبير الفقيه العلامة سحنون الملكي، قال لهم الجزيرة هذه صقلية قريبة بزاف على إيطاليا، وإذا خلينا المسلمين فيها رح يفترسوهم في أي وقت، والوقت اللي غادي نوصلوا حنا لعندهم باش نعاونوهم طويل بزاف وهم يكونوا وصلوا وقضوا عليهم. الفريق الثاني بقيادة شكون؟ البطل الكبير أسد بن الفرات. هذا الرجل عظيم جدا، كان أسد فعلا، كان شجاع وعالم وقاضي. قال لهم لازم نفتحوا الجزيرة، علاش؟ لأنها بوابة إيطاليا. وقنع الملك في هذاك الوقت، وتم تجهيز الجيش بقيادة شكون؟ بقيادة أسد بن الفرات اللي هو عالم وقاضي لكنه في الحروب عنده وزن. نجح في الدخول إلى صقلية وفتحها في سنة 212 للهجرة في يوم شعال 9 رمضان. شوف الانتصارات العظيمة اللي كانت دايما ترى في رمضان. أسد بن الفرات قاتل قتال شديد جدا حتى استشهد رضي الله عنه ورحمه في أرض المعركة. وتوالت الفتوحات حتى سنة 220 للهجرة. نابولي هنا كان المسلمين محاصرينها تماما. صاحبي وصلوا حتى نابولي، كون راه الواحد دروك يضرب بيتزا في نابولي، بيتزا طليانية في نابولي صباح شيء هو للجزائر. المهم معليش، تعرف شنو معناتها يدخل الإسلام الإيطالية؟ معناتها يولي وجها لوجه مع أكبر مؤسسة رسمية لنشر النصرانية في العالم اللي هي شكون؟ الفاتيكان. على هذه العالم النصراني في هذاك الوقت لما سمع بلي المسلمين قربوا لإيطاليا ودخلوا صقلية قال لك هنا لازم كل شيء يحبس ولازم نوقفوا هذا المد الإسلامي عند حده. فقاموا قومة رجل واحد، وما تنساش عزيزي المشاهد باللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا باللي تفتح القسطنطينية أولا ثم روما. في عهد الحاكم الرابع لدولة الأغالبة المسلمون قاموا بحملة شرسة على روما ودخلوها سنة 232 للهجرة، لكن الفتح الحقيقي ما زلنا ننتظر فيه. أما صقلية الإيطالية فقد بقي المسلمون فيها قرنين، أقاموا حضارة عظيمة جدا وشهدت حركة علمية وثقافية وزراعية وعسكرية، وانتهى للأسف وجود المسلمين في حوالي القرن السادس بنفس السيناريو اللي كان صراوين في الأندلس، تعذيب وحرق وقتل ونهب واغتصاب وتهجير للمسلمين. كانت هذه باختصار قصة المسلمين في إيطاليا في جزيرة صقلية الإيطالية العظيمة. نتلاقاو خطرة جاية إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج شسرة في رمضان. كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى،
كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى.